احنا هنا اليوم خطيه نساعد بالعالم، هم جواري ان احنا نيجي نساعد العالم، نعطيهم المحتاجين، نقول لهم مش تحتاجون اخذوا خمس حاجات ست حاجات على تريدوا يوميه، وهاي القطعه مال صاحبنا مال محمد، هاي احنا يعني نساعد بالعالم وعلى العالم، والحمد لله بفضل من الله خير من الله، ويزيد العالم يزيد امه محمد وخر الغمه من هذه الامه ان شاء الله. وهدا شوف العالم قدامك، هذا ابو المحل صاحبنا، احنا نتسوق من عنده يساعد بالعالم. انا رجال صاحب تاكسي وقاعد اجار، وهاي التاكسي صار لنا 15 20 يوم احنا قاعدين، فالعدنا كنا لامي كله صرفناه وراح وخلص، وما يخلونا نطلع بالتاكسي نشتغل. فالرجال ابو المحل سمعنا بيده يوزع مساعدات، فجينا لابو المحل قلنا له، فقال تفضل وخذ شنو اللي تريده احنا حاضرين، احنا بخدمه الشعب وخدمه المواطنين، شنو تريد احنا حاضرين. ما هالمنطقتنا الناس خيره بعدها ما انقطعت، هم اكو رحمه، دقوا الباب علينا قالوا اكو ناس هنا دا تساعد العالم، هم عندها اللي عندها خلاص صار لها فوق الاسبوعين ثلاثه خاصه المسواق بالبيت، وهاي ناس الشي الناس لحد ما تفرج هالازمه ان شاء الله على امه محمد. اعطيني هاي العلاقة، اعطيني انا